وبعد ذلك يعرض الحق لنا سبحانه قضية سيدنا عيسى عليه السلام. وقضية سيدنا عيسى عليه السلام قضية يجب أن نتنبه إليها تنبها جديدا، هو أن نعرض وجهة نظر الذين وضعوه في غير الموضع الذي أراده الله، ونظرية الذين يضعونه في الموضع الذي يريده الله. فالمسألة ليست انتصارا منا في الدنيا على فريق يقول كذا، وليست انتصارا للفريق في الدنيا ليقول كذا، لأنها مسألة لها عاقبة تأتي في الآخرة. فمن المهم جدا أن نصفيها تصفية تصحح الحق حتى لا يظلم أحد من المشاهدين نفسه. قضية عيسى عليه السلام جاء على دين اليهودية، أي طرأ على دين اليهودية، ودين اليهودية حرف من اليهود، حرف تحريفا جعله ينحاز إلى الأمور المادية الصرفة، ويكاد يقف عقله ويقينه وإيمانه في قضية الغيبيات. فهم ماديون لدرجة أنهم يقولون لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. إذن فعظمة الحق أنه غيب، لأنه لو كان مشهودا محسا لحدد وحيد، وما دام حدد وحيد فيخلو مكان في ملكه هو منه هو. إذن فكون الله غيبا هو الجلال والكمال فيه. صوروا الأشياء كلها على أنها حسية، حتى أمور اكتيات حياتهم الطعام أرادها الله لهم غيبا يريحهم في التيه، فأرسل عليهم المن والسلوى غيب من عند الله، لم يجتهدوا فيه ولم يستوردوه ولم يستنبتوه ولا يعرفون كنها، إذن فهو غيب. ومع ذلك تمردوا على الغيب مع أنه رزق لهم ينتفعون به، وقالوا لا، نحن نريد مما تنبت الأرض من بقلها وقسائها، يعني أمر مادي قدامهم، ما يدرينا أن المن لا يأتي، ومن يدرينا أن السلوى لا تمر علينا. إذن فلا ثقة لهم في الواهب من الغيب. إذن فكل أمورهم مادية، ما دامت كل أمورهم مادية يبقى هم في حاجة إلى هزة عنيفة تهز أوصال ماديتهم هذه لتخرجهم إلى معنى يؤمنون فيه بالغيب. نواميس الماديات أسباب ومسببات، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يخلع منهم ذلك الفكر المادي، فجاء بعيسى عليه السلام على غير طريق الناموس الذي يأتي عليه البشر، فجعله من امرأة دون أب. كان هذا الذي أريد به أن يزلزل قواعد المادية في اليهود، من الممكن أن يستغل استغلالا يبعد الناس عن المادية، لكن الفتنة جاءت في هذه أكثر من تلك، فقالوا ببنوته للإله. ما الشبهة التي جعلتكم تقولون بهذه البنوة؟ أن وعاء الأمومة موجود والذكورة ممتنعة، وهي مأخوذة من أن الله نفخ في الروح، يبقى الله هو الأب. نقول لهم لو كان الأمر كذلك لوجب أن تفتنوا في آدم أولى من أن تفتنوا في عيسى، لأن عيسى فيه أمومة وآدم لا أمومة ولا أبوة، يبقى الفتنة من أكثر في آدم مع التجاوز يعني.
وإن قلتم نفخ فيه من روحه أو هكذا قال الله في آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن فالشفاء برضو موجودة. يبقى ليه انتوا سكتوا عن الحكاية دي من أول آدم إلى هنا؟ يبقى دي انتهت. بعد ذلك نأتي إلى قضية أخرى، إلى قضية أخرى هي قضية وفاته. لا، قبل قضية وفاته أو توفيه، هنقول وفاته أو توفيه علشان الرأيين يمشوا ويانا. نقول انتوا فتنتوا ليه؟ قالوا بيحيي الموتى. نقول له أخي ألم تأخذوا تاريخ إبراهيم حينما قال الله خذ أربعة من الطير فصلهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعوهن يأتينك سعيا، برضو تبقى الفتنة في إبراهيم. ألم يجئ موسى بآية هي العصا؟ العصا مش أحيا ميت كانت له حياة، لا ده خلق الحياة فيما لم تسبق له حياة، والعصا بقت حية وتسعى ومش عارف ايه. إذن فالفتنة ما يصح أن توجد هنا، فتنة ما يصحش أن توجد هنا. نقول لك لا، إن الله أراد وهو غيب، اتفقنا على ذي هو غيب، أراد أن يؤنس البشر بصورة يتجلى فيها بشرية فجاب عيسى. نقول له طيب هنبحث المسألة دي قضية بالعقل كده بدون عصبية وبدون حساسية. هو عمل عيسى عشان يدي صورة للإله؟ نقول له طيب عيسى أنتم تقولون أنه كان طفلا ثم تدرج وبقى إيه كبير، فأي صورة من صور حياته المرحلية كانت تمثل الله؟ إن كانت صورة طفل تنقضها صورة الكهولة، يبقى ربنا على أي صورة منهم ولا على كل الصور دي؟ إن كان على كل الصور دي يبقى الله أغير بيتغير. لو كان جه كده وعلى حاله واحده كده وفضل كده كنا نقول مثلا معلش. ثم بدينا نبحثها بقى بحث ثاني خالص. الله اراد ان يجعل صورته في بشر ليؤنس الناس بالاله. قعد كم سنه في الدنيا؟ 30 سنه. اذا فقره معرفه الناس للصوره الالهيه 30 سنه. عمر الكون قد ايه؟ طب اللي قبل كده الملايين السنين اللي مشيت ترك الله خلقه الاولين بدون ان يبدي لهم صوره، ثم ترك خلقه الاخرين بعد الوفاه او الرب بدون ان يعطيهم صوره، يبقى ده الرب ظالم. 30 سنه يدي للناس صوره وبعدين اللي قبل كده ما لهش صوره واللي بعد كده ما لهمش صوره؟ طيب انتم بتقولوا انه صلب، معذورون كما قلنا سابقا لأن الله عذركم. شوف 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 التأريخ العادل، شوف الرب الحقيقي يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن هو شبه لهم. يا سلام، جعل لهم عذرا في أن يقولوا أنه قتل أو صلب، شبه لهم. كان من المعقول أنهم يلتمسوا من الإسلام حل لهذه المشكلة، شبه لهم. فجاء الإسلام ليقول لا، ده شبه لكم ما قتلوه وما صلبوه، لأن حتى ده ينقض فكرتكم عن أنه إله أو جزء إله. ليه؟ لأن المصلوب فيه قدرة من الصالب على المصلوب، فكيف ينقلب الإله مقدورا عليه من مخلوق؟ ده احنا لما نقول من صلبش نبقى منكرمه، نبقى من إيه؟ منكرمه. يبقى الإسلام جاي عشان يصف العقائد كلها حتى عند الأديان الناس اللي عرفوها. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليعرض علينا قضية جدلية حدثت في أيامه صلى الله عليه وسلم، عشان يصف المسألة، عشان يخرج الناس المسلمين والمسيحيين واليهود من هذه البلبلة، أن دي مسألة يعني هتقعد تشغل الناس الشغل أنا كله. وفي مودة من العبودية بيننا لمعبود واحد، ايه يعني هنقعد نختلف على الحكاية دي؟ فلما جاء وفد نجران من النصارى الى رسول الله الى المدينة التقوا برسول الله، فكان لهم جدل مع اليهود
ولهم جدل مع رسول الله، ولليهود جدل مع رسول الله، ولهما معا جدل مع رسول الله. الجدل انهم يقولوا البعض، اليهود يقولوا ليست النصارى على شيء، والنصارى يقولوا ليست اليهود على شيء، ده الجدل لايه؟ وده يقول ابراهيم كان يهودي، وده يقول ابراهيم كان ايه؟ نصراني. ده الحاجات اللي بينهم، اللي بينهم وبين الرسول ايه؟ حبوا يتكلموا في مسألة عيسى. فلما تكلموا في مسألة عيسى أراد الحق سبحانه وتعالى أن يصفي القضية تصفية نهائية، عشان ما نقعدش إيه نلوكها ونعملها مسار لفتن. فلما اجتمعوا لهم رؤساء، رؤساء السيد اسمه المسيح ولا العاقب صاحب المشورة والأسقف، ويجادلوا مع رسول الله. فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في عيسى، قالوا قوله، قال لهم كذبتم، إنه عبد الله، إنه عبد الله. ثم قال لهم، قالوا له أيوجد ابن بلا أب؟ فنزلت الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. باب الفصل والحج أقوى، ده احنا متنازلين، يعني هي المسألة دي بدون أب، إنما ده بدون أب وبدون إيه؟ وبدون أب. قال لهم تعلمون أني رسول الله وأني نبي هذه الإيه؟ الهمة. فقال إيه؟ قالوا له أنظرنا غدا نتكلم في المسائل. فلما جم قال آمنوا، قالوا من أمنش، ودخل الإيه؟ الجدل بينهم وبين بعض. فلما مردوش أمنوا قال إذن أنا وأنتم زي ما ربنا قال لنا الجدل ده مش هينتهي، فاحنا عايزين الجدل ده ينتهي بأي شكل. احنا الله سبحانه وتعالى حينما يعرض قضية حق مع قضية باطل يقوم يقول زي ما يقول ايه، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. شوف الأدب، احنا وانتم واحد منا على هدى واحد على ضلال، ما بنقولش لا احنا ولا انتم، وإنا أو إياكم. ليه؟ لأن القضيتين متناقضين مش ممكن يجتمعوا، قضيتين متناقضين مش ممكن يجتمع. طب ما تيجوا احنا وانتم نجتمع في مكان ظاهر ضاحن، وندعو ابنائنا وابنائكم وانفسنا وانفسنا ونساءنا ونساءكم، ونبتهل الى الله الحق. ده ولا ده؟ ونبتهل الى الله الحق، فنجعل لعنة الله على الكاذبين منا او منكم. في احسن عدالة من كده؟ ما دام هيقعدوا يجادلوك ويدخلوا في المتاهات ويقول لك دي مش عارف ايه وده ايه وده ايه وده ايه، نقوم نقول لهم بس فان حاجوك، ومعنى حاجوك يعني جادلوك، ونقعد نجادل انت تقول كذا وهم يقولوا كذا، من بعد ما جاءك من العلم، العلم اللي هي القضايا اليقينيه المدلول عليها. فالمساله مش هينهيها جدل بقى، المساله ينهيها واقع، واقع يرد الأمر إلى الإله الحق. فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. فقل تعالى وندعو، مين اللي يدعو؟ إحنا وإنتم. طب هل هم يدعو أبناءنا ولا يدعو هم أبناءهم؟ لأنه لهم ولا عليهم، وإحنا ندعو أبنائهم ولا ندعو أبنائنا؟ فقل تعالى وندعو أبناءنا، يعني أنتم تدعون أبناءكم ونساءكم وأنفسكم، وإحنا ندعو أبنائنا ونساءنا وأنفسنا. ليه؟ أم قال لك لأن دي هي القرابة القريبة التي تهم كل إنسان ولم يكن رسولا، نفسه وأهله. الناس التانيين المظلومين دول جنبهم إيه؟ تعالوا لإحنا بقى، أنتم بتقولوا كده وإحنا بنقول كده، هاتوا أحبابكم الناس اللي يعزوا عليكم في الحياة وادخلوا معنا في مباهلة. ايه مباهلة يعني؟ البهلة والبهلة هي اللعنة، يعني يقول يا رب لعنتك على الكذاب مني، انا ما بقولش انا ولا هم، لعنتك على مين؟ على الكذاب. كلام عادل ده؟ كلام حلو ولا لا؟ اللي يقدر يلعن يعمل اللعنة، ان كان الاله الواحد ولا الاله الثاني.
فان كان الاله الواحد يلعن التانيين، وان كان الاله وان كانوا الالهه المتعدده يبقى يلعن اصحاب الاله الايه الا يقدر بقى يلعن يلعن. تبقى البهله والبهله هي اللعنه. الا انها لما كانت ضراعه الى القوه التي نريد ان تتصرف في الكون لتنهي الكلام هو القاهره، صارت المباهله لمطلق الدعاء، لمطلق ايه، ولذلك نبتهل الى الله. يعني ايه؟ ندعو الى الله. صادق هذا الايه المعنى. فندعو ابناءنا وابنكم ونساءنا ونساءكم. قالوا له طيب ايه، انظرنا بكره نجيلك. ثم ارسلوا واحد يشوف محمد عمل ايه، هو مستعد للحكايه دي صحيح ولا بس بيقول. فوجدوا رسول الله قد جاء ومعه الحسين والحسن وفاطمة وراءهم وعلي. يعني جاب الحكاية أنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم قال هذا مستعد، ده يبقى هو واثق بقى. فقالوا له لا لا نستطيع على المبالاة. قالوا البعض بقى والله ما باهل قوم نبيا إلا إيه أخذوا. فإحنا نهادن الرجل ونخليه على دينه واحنا على ديننا ونتهادم مع بعض ونتفق وياه. فلما جم لقوا ما مستعد ما فهمنا يمكن تكون يعني تهويش. ساعة ما نقول ان اللعنة منك يا اله يا قادر على الكاذبين، يبقى مش هيقبل على المسألة الا اللي عنده يقين منه، والتاني اللي ما عندوش يقين طبعا يرجع. فرجعوا هم عن الايه عن المباهلة وقالوا له لا نتفق ويا بابا علمك انت لا تغزونا ولا تحاربنا ولا اي حاجه، ونبعث لك 1000 حله 1000 رجب و1000 سطر و1000 مش عارف، ونبعث لك كم فرس وكم مش عارف ايه وكم ايه. اذا امتنعوا عن الايه عن المباهله. امتناعهم عن المباهله واقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المباهله ده يدلك على ايه؟ على ان هم مش واثقين وده واثق، على ان هم مش واثقين وده ايه وده واثق. إذن فيجب بعد أن قال الله فإن حاجوك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا ونساءنا وأنفسنا وأنفسكم، لأن دول أحب شيء لمين؟ لحد لدرجة أنهم كانوا إذا خرجوا للحرب خدوا نساءهم وياهم ولا لا عشان يدافعوا عنهم عشان يخجلوا منهم إيه يفرهم، وعلشان ما يتركوهمش، لان لما يتركوا يقول لك يمكن لما ينتصروا يذلوا اولادي ونسائي لا معايا، ان قتلني نقتل كلنا ما نسيبهمش. يبقى اذا ان اردنا نحن الان ان ننهي الجدل في هذه المساله افهموا اذا قول الحق سبحانه وتعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك، الحق جاي لك من ناحية مين؟ الربوبية. فلا تكن من الايه؟ من الممترين، اي الشاكين في هذه المسألة. فمن حاجك في حاجة يعني ايه؟ جدلك، انت تجيب حجة وهو يجيب ايه؟ ويجيب حجة، ومعنى الحجة الدليل على المطلوب. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. جاءك العلم من مين؟ من الإله الحق. فقل احسمها انت. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق. كلمة قصص بقى بيقول لنا قصة مش حدوتة مش حكاية، إن خدت كلمة القصة في العرف الأدب الحديث ما تقرأونه من قصص الخيال يلعب فيه دورا ايه حتى انه بيخترع ايه حوادث، لا ده قصص. يعني ايه؟ لو انهم فهموا الى اشتقاق كلمة قصة لبحثوا لانفسهم فيما يكتبون من روايات وافلام عن كلمة اخرى للقصة، لان كلمة قصة نفسها تفضح الكلام، لان معنى قصة مأخوذة من قص الاثر. قص الاثر يعني يجي يشوف الاثر ده بتاع مين ويتتبعه كده. اذا قصص متتبع ما حدث لا تزيد فيه.
وانتوا عمالين تتزيدوا وتجيبوا اكيله وتجيبوا مش عارف ايه والى اخره. ان هذا لهو القصص الايه؟ لهو القصص الايه؟ الحق. وما من اله الا الله. يعني اذا جاء القصص من قبيل الله الواحد فاطمئنوا على ان ما فيش اله ثاني هيجيب قصص اخر. هو من مين؟ ان هذا لهو القصص الحق. وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الغالب على امره. ومع كونه غالب على امره حكيم في تصرفه. مش كده قوة يعني بالله؟ لا، غالب وايه؟ وحكيم. فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين. قول الحق فان تولوا يدل على ان الله علم ازلا ساعة قال هذا انهم لن يقبلوا المباهلة. ومن العجيب انهم من غبائهم ما قبلوهاش، فصدق الله في قوله فان تولوا. وكان من الممكن انهم يقولوا لا. اذا انتهت المسألة